السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ولقاء جديد يتجدد معكم في برنامجكم أجر العاملين. البرنامج كما عودناكم يتكلم عن نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. موسمنا لهذا العام يحمل تحديات كثيرة، موسم 1442 للهجرة، وكل قسم من أقسام ومؤسسات العتبة عنده حلول لهذه التحديات. اليوم لقائنا مع شعبة مياه العتبة العباسية المقدسة ومديرها الأستاذ بسام الهاشمي، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذ. إحنا حقيقة اسم الشعبة حقيقة يرتبط بجزء من مهمة سيدنا مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام في ملحمة الطفل خالدة، المياه. يعني حقيقة هنيئا لكم بهذا العنوان وهذا التشرف بهذا العنوان. يعني نحب نعرف كيف او ما هي مهام هاي الشعبه، ما هي الاعمال. احنا بنسمع مياه قد يتبادر الذهن يمكن جزء الترامز مال مي، ربما المياه بصوره عامه، فنحب شويه نحط المشاهد بالصوره في هذا الموضوع. كافه الخدمات اللي داخل العتبه العباسيه المقدسه من مياه، من مياه الشرب، مياه الغسل، مياه المفلتر للطبخ، تقوم بضخها للعتبه شعبه مياه العتبه. نعم. تابعه الى قسم المشاريع الهندسي. طبعا شعبة مياه العتبة تتكون من عدة وحدات، من ضمنها وحدة التشغيل للمحطة اللي هي مقرها قرب حرم أبو الفضل العباس عليه السلام. نعم. هاي المحطة تتكون من ثلاث طوابق. الطابق الأرضي اللي هو السرداب يكون بخزين للمياه المفلترة. نعم. تأتي المياه، مياه الخام، تتفلتر بعدة مراحل. قصدكم عفوا مياه الإسالة يعني. الإسالة. نعم. تتفلتر بعدة مراحل، فلاتر رملية لإزالة الشوائب، فلاتر كربونية لإزالة الروائح، ونخزن الماء المفلتر. هذا الماء يتم ضخه للعتبة المطهرة للغسل، وإضافة إلى أنه للمضيف، سواء مضيف الزائرين أو مضيف المنتسبين. يعني هسه مياه الغسل بالعتبة مو مياه الإسالة نفسها؟ لا، مفلترة. مفلترة لتقليل الشوائب والأملاح من عدها بنسب معينة. أضافة إلى ذلك عندنا المي الخام يتم خزنه بالمحطة وينضخ إلى جابيات الوضوء وكذلك إلى الصحيات التابعة للعتبة. نعم. مجامع الصحيات. عندنا الطابق الأرضي. نعم. اللي هو بمحطات تحلية وتصفية المياه بالأغشية التناضحية، مياه الآر أو. هذه المحطات الضخ مياه الآر أو المفلترة، ومن ثم المصفى. يتم مي الخام يدخل للمحطة يتفلتر، بعدين يذهب للمحطات الآر أو للتصفية، يذهب للترامز داخل الحرم وترامز خارج الحرم ومناهل بين الحرمين. طبعا هذه المياه يتم تعقيمها وفحصها بالمراحل كلها اللي تمر بيها. عندكم مختبر؟ عندنا مختبر خاص بالشعبة، خاص بقسم المشاريع. لا، خاص بالشعبة. أنا نسيت أسألكم، الشعبة تابعة لأي قسم من أقسام العتبة؟ الشعبة مياه العتبة تابعة إلى قسم المشاريع الهندسية. قسم المشاريع. فأنتوا تروحون لمختبر المشاريع لو عندكم مختبر خاص بكم؟ هو مختبرنا داخل الشعبة. داخل الشعبة. هذا المختبر ليس فقط خاص بمياه الشعبة، هذا المختبر يفحص كافة المياه اللي تنتجها العتبة سواء استثمارية أو خدمية. احنا بالنسبة لنا بالشعبة عندنا ثلاث وحدات. الوحدة الأولى اللي مهمتها التشغيل، تشغيل المحطات، محطات الضخ أو محطات إنتاج مياه الآر أو. زين. عندنا الوحدة الثانية اللي هي وحدة الصيانة، اللي تقوم بصيانة كافة محطات الآر أو ومحطات المياه. الوحدة الثالثة اللي هي وحدة التنفيذ والتطوير، اللي تنفذ المحطات الآر أو الجديدة اللي تستحدثها. كذلك عندنا وحدة الرقابة البيئية والصحية. نعم. اللي هي تقوم بفحوصات المياه بشتى الطرق حسب المواصفات العالمية وكذلك حسب معايير وزارة الصحة العراقية، تقوم بفحص المياه فيزيائيا وكيميائيا وبكتيريا. إذا نأخذ مثال مثلاً المي اللي يشربه الزائر، يتم فحصه
على 4 مرات خلال 24 ساعة. نعم. 3 مرات فيزيائيا وكيميائيا لضمان جودة المياه، ومرة واحدة باليوم بكتيريا، حيث ان هاي المياه. هذا الفحص شلون يصير يعني قبل لا يضخ للزائر يعني الترتيب الشكل يصير لو لا احنا يدخلون عشوائيا بعد ان يضخ؟ حقيقة احنا عندنا مختبر موقعي اللي هو داخل المحطة زين. اللي هي قرب الحرم. هذا المختبر الموقعي يفحص مراحل انتاج المياه من بدت من الإسالة، نعم، بعدين وصلت لمرحلة الماء المفلتر، بعدين وصلت لمرحلة التنقية والتصفية ماء الار او. اضافة الى ذلك عندنا مختبر مركزي. هذا المختبر سيطرة نوعية، يجي ياخذ المياه من الاماكن اللي يشرب منها الزائر. نعم. يعني يجي يوميا على مدار 24 ساعة 3 مرات، صباحا ياخذ عينتين، عينة فيزيائية كيميائية وعينة بكتيرية، وبالشفت المسائي ياخذ عينة فيزيائية كيميائية، وبالشفت الليلي ياخذ عينة فيزيائية كيميائية. هاي الفحوصات تقارن بالفحوصات اللي تم فحصها بالمختبر الموقعي اللي موجود بالمحطة. نعم. لضمان جودة المياه. إضافة إلى ذلك بالتعاون مع قسم الخدمية اللي هو يهتم بالترامز، يتم تعفير وتنقية الترامز من الخارج. خلينا نكمل هذا الموضوع مهم، خلينا ناخذ فاصل. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود معكم في تكملة اللقاء. التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. مرحبا بكم مرة أخرى. بنكمل ما بدأناه مع الأستاذ بسام الهاشمي حول عمليات التعفير. أنت قلت إنه موضوع الترامز في قضية التعفير، هناك يعني آلية قبل من الترامز بالماء المنتج من قبل شعبتكم؟ يعني هاي الآلية سابقا ومستمرين بها، يعني قبل الجائحة. قبل الجائحة نعم. يعني أكو آلية بالتعاون مع قسم الخدمية بالسقاية يقومون بتعفير الترامز لفترات متعددة وتبديل الترامز. طبعا الترمز الموجود داخل الحرم أو خارج الصحن هذا يبدل بفترات معينة بجداول زمنية، يتم تعفيره وتعقيمه قبل الجائحة. نعم. حاليا احنا بهاي الظروف زادت فترات التعقيم كذلك، يعني قد يكون الترمز كان يعفر يوميا يبدل، أصبح الآن يومياً يبدل مرتين. أها. أي. يعني زين ليش هو إذا تعفر والماء نظيف وهو مغلق، وين ليش يتعفر مرة ثانية؟ بعض الأحيان في بعض الفحوصات إحنا نأخذ فحص للحنفية مال المي مال الترمز. أها. أي. قد يكون أكفت شخص إجا لزم الحنفية تلوثت. نعم. فتراعون هاي الدقة يعني. فتراعون الراعي هاي الدقة. إضافة إلى ذلك إحنا بالنسبة إنه نظافة الترامز تهمنا لعدة أسباب، لأنه قد يكون المي اللي جاي سالم من التلوث بكافة المراحل، يكون التلوث من الترمز بالاستخدام. أضافة إلى ذلك نخاف أنه الزائر يفتح الترمز، فجدا دقيقين بهاي الأمور. نعم. على مود لا يتلوث. أضافة إلى ذلك هسه حاليا نستخدم الكاسات ذات الاستخدام الواحد. نعم. للترامز عندنا كذلك خطة سابقا كانت موجودة لفترات معينة، اكو قسم من الخزانات شهريا تنظف من الداخل وتعفر. نعم. واكو قسم قصدك الخزانات مال المعمل مالك. مال المعمل مال المي او مال السياق مال السقاية. نعم. حاليا هاي الفترات قللناها، يعني اللي كان مثلا
شهريا صار نصف شهري. اها نعفر رعاية للجو أي. العام في موضوع الجو. يعني هسه انا اللي افتهمت انه انتم عندكم تغذيه لترامز المي. زين احنا نشوف مرات خزانات او تناكر قسم الشؤون الخدميه قسم بين الحرمين تترس مياه ار او وتوديها الى الزائرين او توزعها للمواكب المحيطه انتاجها من عندكم هاي؟ من عندنا. احنا حاليا في الفترات سواء فترات الزياره والفترات العاديه الطاقه الانتاجيه مالتنا 1000 لتر باليوم. اها ما شاء الله. من مياه الشرب. جيد. في بعض الاحيان خصوصا في فترات الجو الحاره مو بالزيارات اكثر اكثر اكيد نوصل ل 600,000 700,000 يوميا. عجيب. اي اضافه الى ذلك احنا بالنسبه ان عندنا مدن زائرين نخدمها بالتناكر المي يعني تناكر المي الارو نعم. هناك خزانات اكو خزانات هناك وشلارات مال تبريد. زين يعني هسه انتم الان المعمل هذا المتواجد قرب العتبه يعني معناته يغذي العتبه ويغذي مدن الزائرين لو اكو مدن بعد المدن المستقله بذاتها. اكو بعض المدن احنا بالنسبه لنا مثلا كمثال مضيف ابو الفضل العباس محطوط محطه خاصه بي. قصدكم المضيف اللي بطريق النجف؟ طريق النجف نعم صحيح. مضيف العتبتين في النجف زين. كذلك هم يحتوي على محطه ار او خاصه بي. طبعا ذن المحطات احنا نقوم بصيانتهم دوريا لانه هذا مو فقط لاستهلاك الزائر تخدم الاهالي. اكو مناهل خاصه خارج الموكب نعم. يجون الاهالي او سكان المناطق القريبه يملي المي بسيارته يعني مسهلين العمليه يطبق خارج الموكب ما يحتاج يدخل للموكب ويملي وياخذ. عندنا محطات موزعه في مناطق واحياء كربلاء زين. كذلك هاي نقوم بصيانتها وحده الصيانه تقوم بصيانتها هاي تنطي مي ار او للاحياء يعني مجانا طبعا اكيد مجانا. نعم كذلك تطل المواكب اثناء فتره الزيارات زين. هاي المحطات كلها نشاتها وحده التطوير والتنفيذ اللي هي تابعه لشعبتنا تقوم بصيانتها وحده الصيانه. المدن الزائرين الخاصه بينا والمحطه هنا يقومون بتشغيلها كادر خاص بشعبة المياه. نعم. كادر التشغيل هو يقوم بتشغيلها وديمومتها والفحوصات مراحل الإنتاج يقوم بالفحص إضافة إلى أنه المختبر يجي يوميا. بالنسبة إحنا قلنا المحطات اللي داخل خلينا نكمل هذا الموضوع مهم. خلينا نأخذ فاصل أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود معكم في تكملة اللقاء. أخي الزائر أختي الزائرة من أجل تجنب ضياع أبنائكم وسط الحشود المليونية لزيارة الأربعين المباركة اكتب معلومات تكفي للوصول إليك اسم الشخص رقم الهاتف المحافظة وضعها في باج وعلقها على رقبة ابنك. شيء بسيط لكنه يختصر الكثير إذ فقد ابنك لا سامح الله. تقبل الله زيارتكم ورفع قدركم وغفر ذنوبكم. عدنا معكم أعزائي المشاهدين والمقطع الثالث والأخير من لقائنا مع المهندس بسام الهاشمي مسؤول شعبة مياه العتبة العباسية المقدسة. احنا وصلنا الى مسألة مهمة في قضية يعني انتاج والسيطرة على المياه اللي موجودة في المواقع الخارجيه وما يخص الاحياء وما يخص شنو عندكم نشاطات في هذا الموضوع ايضا يعني المختبر وحده المختبر التابعه للشعبه تقوم بزياره يوميه للمحطات اللي داخل محافظه كربلاء. نعم. تاخذ العينات اضافه الى انه المشغلين اللي يقومون بتشغيلها عندهم فتشارتات وجداول الفحوصات اليوميه. نعم. كذلك احنا عندنا محطات خارج محافظه كربلاء قامت العتبة العباسية بنصبها سواء لخدمة الزائرين أو خدمة بعض المراقد بعض المراقد. عندنا في محافظة صلاح الدين في الناصرية في محافظة البصرة في محافظة بابل. وين عندكم هاي المدن؟ خلي أنا يعني أهم أستفيد من هاي المعلومة المشاهد أيضا يستفيد منها.
وين بالضبط يعني بالمحافظة؟ البصرة كبيرة، ذي قار كبيرة، وين بالضبط يعني؟ احنا مثلا احنا بالنسبة ان في محافظة بابل مقام رد الشمس، محطة الار او اللي موجودة في المقام تابعة لكم؟ لا، قامت كوادرنا بنصبها وتسليمها لإدارة المقام. يعني هدية لو قصدك فد الجهد الفني؟ لا لا، كهدية من العتبة العباسية. زين، في محافظة ذي قار مثلا وين بالضبط؟ عندنا احنا في محافظة ذي قار في قرية آل ملال. زين، ليست محطة فقط محطة آر او، محطة إسالة قامت العتبة بتهيئتها وإعادتها للعمل. يعني كانت القرية ما معتها حتى مياه للإسالة؟ أي للإسالة، قمنا بتهيئتها وإعادتها للعمل ونصب محطة صغيرة من مياه الار او توفر له القرية. توفي له للقرية. زين، بعد وين عندكم؟ احنا عندنا بالنسبة لنا في صلاح الدين في آمرلي، ناحية آمرلي، في ناحية آمرلي. هاي حقيقة كانت تغذي قطاعات الحشد إضافة إلى الأهالي. نعم، هاي بعد التحرير نسويتوها لو أثناء لا المعارك. لا، أثناء المعارك. أثناء المعارك. عندنا بالنخيب كذلك محطة متنقلة تغذي الحشد الشعبي والأهالي في ناحية النخيب. بالنخيب. وبالبصرة وين عندكم؟ احنا عندنا بالبصرة في مناطق وفد المرجعية قام بنصب بعض في الحملة التي قامت بها المرجعية برئاسة سماحة السيد الصافي. أي. لإنقاذ هاي البصرة يعني. أي. نقوم عندنا بأبو الخصيب، عندنا بالآر زيرو، محطات متواجدة هناك، نقوم ب يعني دعم فني اذا احتاجونا للصيانه. يعني دعم فني، وايضا نصبتوا محطات ار او. نصبنا محطات ار او كانت مهدات لاهالي البصره من قبل وفد المرجعيه، واحنا بالنسبه ان نساعد بديمومتها. يعني ديموم عليكم. زين، في موسم الأربعين شلون تقدرون تسيطرون على هذا يعني الكم المتنوع من الخدمات؟ وهاي تعرفون يعني موسم الأربعين اكو عندنا مشكله الحركه، القيود، يعني مساعدك خلل او صيانه تحتاج قد حركه شويه اصعب عندك، شلون منسقين الامور؟ احنا جدولنا الزمني على مدار السنه. زين، لان احنا ما عندنا محطه توقف عن ضخ المياه، يعني كل المحطات الاهالي تستغلها اثناء فترات السنه. زين، ويصير عليها زخم بفترات الزيارات المليونيه. زين، ليس فقط الاربعينيه. زين، يعني زياره النصف من شعبان، زياره العشره، فاحنا دائما مسوين فجداول للصيانه، صيانه دوريه على مدار السنه، فحتى تضمن ما يساعدك مشكله بالموسم. بالموسم. اضافه الى ذلك اكو بعض المحطات نشوفها خلال فترات الزياره ما تغطي الاستيعاب المليوني، نقوم بزياده انتاجها. مثلا احنا عندنا هنا محطه في الملحق. نعم. سابقا كانت تنتج 6000 لتر بالساعه. قبل العاشر من محرم بعشرة أيام هاي السنة، هاي السنة 42 قمنا بزيادة إنتاجها، صارت تطي 10,000 لتر بالساعة. يعني زيادة بمقدار تقريبا 80 أو 75% يعني عن طاقتها السابقة. لا، زيادة أي تقريبا 80 أو 85% عن طاقتها السابقة. طاقتها السابقة. زين، هاي يعني ضمن تحضيراتكم لأربعينية هذا العام. شنو عندكم في مجال انتوا قلتوا في مجال الجائحه انتوا حضرتوا مساله التعقيم والتحفير، حصير او صارت بشكل اكثر يعني بعد الاضافات اللي او الخدمات اللي يعني سواء اللي اشتغلتوه بالاربعينيات السابقه او في هاي الاربعينيه؟ هذه كمقارنه بدي اشوف الشغل. هذا هاي الاربعينيه حقيقه احنا قمنا بصيانات شامل المحطات، وضعنا خطه من شهر الخامس. نعم. 2020 بدينا بيها نسوي صيانات كافة المحطات. أضافة إلى ذلك عندنا فكرات مستقبلية أنه نسوي بعض المحطات المتنقلة اللي تنصب في طريق الزائرين، بعد ذلك نسحبها نخليها بالمخازن. فكرة جميلة، ممكن تخدم يعني الزائر أثناء الحركة وأنتم تستفيدون من عندها بعدين في مكان آخر، قد يكون زيارة مليونية في مكان آخر، ويقل الزخم، يقل زخم التناكر. هسه حاليا احنا في بعض الأحيان اكو بعض المواكب البعيدة يعني 30 35 كيلو بعد عن محطتنا، يعني زودها تخدموها بالمي، بس هي الصعوبة بالتنقل، شلون يطلع التنكر من المنطقة. فلذلك احنا مفكرين هيك شيء، نشوف شنو المناطق حقيقة اللي تحتاج هيك مي، ونقدر نخفف العبء عن المحطة الرئيسية
اللي هنا داخل المنطقة المقدسة، نعم، وقريبة عن الحرم، وبعد مباركة وموافقة العتبة نقوم بهذا الشيء. زين، الخدمات اللي تخص المي تواجهون بعض الصعوبات في موسم الأربعين وحاولتوا تذللوها سنة عن سنة؟ يعني انت عندك اكيد كل موسم عندك فد جرد بالاشياء اللي تحتاجوها مثلا تبعا للتنفيذ اللي صار عندكم، صار احنا سابقا تحديات وتم حلها. يعني احنا سابقا كنا في موقع المحطة عندنا خزانات بساعات معينة، زين، ضفنا لها قطعة مجاورة للمحطة عندنا 200,000 لتر، هاي خليها ستاند باي ك يعني احتياطي، اذا دائما يعني نستغلها في فترات العصيبه، يعني انقطاع المي او كسر احد الانابيب اثناء فتره الزياره، تعرف تصير يعني هيك. نعم، مشاكل طبيعي، بس الحمد لله والشكر يعني ما احتاجيناها الا قله حقيقه. يعني نوبات تصير صيانات في مياه الاساله او في المحطات ينقطع المي، اكو انقطاعات. نعم. كبيره نستغلها، بس هاي محطوطه جانبا. يعني احنا قبل ما يبدي محرم الحرام هذا الخزان تم تعفيره وملئه الحمد لله والشكر. احنا بالزياره الأربعينية ما احتاجينا الأربعينية العام الماضي، العفو العاشر من محرم. العاشر هذا عاشر السنه ما احتاجينا، ولحد الان احنا خالي كستاند باي، وأربعينية العام الماضي كذلك ما احتاجينا. بس انتم بالنتيجه يعني عاملين لأسوأ الاحتمالات وجاي تشتغلون عليها. صحيح، لانه احنا بالنسبه ان هذا المي تدري يعني مرتبط باسم ابو فاضل اكيد كذلك، واكو فد تناغم. أي. يعني اكو ترابط حتى روحي وعضوي. نعم. كذلك اكو هواي من المواكب معتمدين علينا في موضوع المي، يعني ياتي الموكب انه هو مساله المي حاسمها انه ياخذها من شعبه مياه العتبه اللي تابعه لابو فاضل. فلذلك من هيك شخص معتمد علينا احنا لازم نفكر بأسوأ الاحتمالات انه نخدمه بالمي. احسنت. كذلك موضوع عندنا موضوع اخر، موضوع بعض المواكب ليس فقط تناكر تاخذ، بعض المواكب تبدي تحسب حسابها قبل ما تكتظ الزياره او يصير التنقل صعب، تخزن مي يعني عن طريق المحطات الموجوده عندكم في احياء المدينه. لو هم احياء المدينه وهم من الشمعه، زين، تترس الجايبه تانكيات بساعات معينه هي حسب حساباتهم، زين، تترسها وتخدم الزائرين. تعرف احنا يعني اغلب هسه بسبب الجائحه يعني اغلب استخدام المي حاليا، يعني المواكب هسه قامت تستخدم مي الار او. نعم اكيد، للطبخ، لان هذا معقم. احنا بالنسبه ان حاليا مراعين التعليمات مال وزاره الصحه في موضوع التعقيم، يتم تعقيم المياه بنسب معينه من مضافه من الكلور من 0.5 الى 1.5 جزء بالمليون للمي، يتم هذه السيطره على هذا الرينج المعين او القياس المعين للمي. فلذلك احنا حقيقه نصحنا المواكب، نصحنا يعني بعض المواكب اللي تيجي تاخذ من عندنا مي بدل الماء المفلتر هسه حاليا بدنا نعطيهم ار او. اها، للطبخ. هذا شيء جيد، يعني حتى توفرون مساله الـ يعني مراعاه الشروط الصحيه اللي الان المرجعيه امرت بها فضلا عن الدوائر المختصه، يعني الصحه ومنظمه الصحه العالميه. كذلك احنا تماشيا مع الجائحه قامت وحدة التطوير والتنفيذ بالتعاون مع وحدة الصيانة بتنفيذ كابينات تعفير. كابينات تعفير، هذا جزء من عمل، يعني هو مو جزء من عملكم بس يعني إضافة لعملكم. إضافة إلى عملنا، لأنه إحنا بالنسبة إن للزخم اللي صار باحتياجات العتبة لكابينات التعفير دعاكم لهذا. دعانا لهذا الموضوع. إضافة إلى ذلك إحنا سوينا بعض الكابينات بشكل مبسط وبسعر بتكلفه قليله. تكلفه قليله طبعا. انا حقيقه هاي الشعبه حقيقه بها خدمات، انا ما كنت اتصور انه هذا الوسع. اغنيتنا بهاي المعلومات استاذ بسام، وشكر موصول لكم على هذه الجهود ولكل العاملين والذين اغلبهم جنود مجهولون، قد يعني اغلب الزائرين لا يعرفون هؤلاء الشخوص، لكنهم ان شاء الله
هم في عين الله وعين سيدنا أبي الفضل العباس ساقي العطاشة. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، ملتقانا وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.